اسمح لي أن أرحب بالدكتور حكم أمهز الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية مباشرة عبر تطبيق زوم من إيران. دكتور حكم أهلا وسهلا بك. كنا تحدثنا عن زيارة بلينكن إلى المنطقة، وأيضا كان زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبنان وعدد من دول المنطقة، ويعني كان لافت بالأمس التصريح اللي نقلته عنه وكالة أنباء فارس الذي يقول إذا لم تتوقف الاعتداءات الصهيونية فأيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد. هل نجحت هذه الجولة اللي قام فيها، أو ما الهدف من هذه الجولة بداية التي قام بها عبد اللهيان إلى المنطقة؟ بداية مساء الخير لك حليمة، ومساء الخير لمعالي الوزير وللمتابعين. بطبيعة الحال الجولة كانت لديها أهداف أكثر من هدف. الهدف الأول هو تنسيق المواقف والاطلاع على مواقف سوى محور المقاومة والدول التي زارها وزير الخارجية الإيراني في إطارين. الإطار الأول هو الحل الدبلوماسي، العمل على الحل الدبلوماسي وإنهاء هذه الأزمة والأجرام التي تقع على الشعب الفلسطيني. الأمر الثاني أنه في حال الكيان الصهيوني استمر في توغله بدماء الشعب الفلسطيني وأطفاله ونسائه، ما هو الموقف عليه؟ أعتقد أن الوزير أمير حسين عبد اللهيان كانت مواقفه واضحة، أنه سمع من الأطراف المعنية بأنه إذا تدحرجت الأمور إلى ما يتخطى الخطوط الحمراء فإن المنطقة ستكون مفتوحة على احتمالات جميعها، ومن بينها بطبيعة الحال الأيدي على الزناد. الأمر الآخر الذي يعني أشار إليه الوزير حسين أمير عبد اللهيان في إطار جولته أنه كانت هناك ضغوط من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن قبل الدول المعنية، وكانت هناك وساطات من قبل دولة قطر ومن قبل سلطنة عمان يعني إيجاد حل. وكان لقاءه مع رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في قطر أيضا له علاقة في هذا الإطار. فلذلك أنا أعتقد أن الجولة حققت بعض الأهداف، والتصريحات التي أطلقها والتهديدات التي أطلقها يعني كانت لها صداها. بطبيعة الحال نحن نعرف أن التهديدات التي تطلق من قبل محور المقاومة هي ليست مزحة أو كلام يعني على ورق أو كلام في الهواء، إنما هي واقع وجدي ويترجم على الأرض، وقد ترجم على الأرض سواء كان في فلسطين أو في لبنان أو في الجولان. وأيضا يجب أن نلتفت إلى أن اليد على الزناد أيضا من قبل اليمنيين والحشد الشعبي، وأيضا اليد على الزناد الأصبع على الزناد من قبل هذه التظاهرات العظيمة التي انطلقت ونظمت في كل العالم عمليا. يعني غزة أصبحت غزة هي عاصمة العالم في هذه من خلال هذه التظاهرات. فأنا أعتقد أن شيئا ما تحقق، لكن حتى الآن لا يمكن إدراكه، وهو أولا تمثل بتأجيل الجيش الإسرائيلي لعملياته في غزة، والتي كان يهدد بها ويزبد ويرعد بغض النظر عن أنه ينجح بها أو لا ينجح هذا أمر آخر، لكن حدث أنه بالنتيجة تراجع هل تعتقد انه فعلا تراجع العدو الاسرائيلي عن نيته التوغل بريا في قطاع غزه بعد الكلام الذي صدر عن وزير خارجيه ايران وعن تكاتف المحور ووحده الجبهات محور المقاومه بالرد على اي عمليه بريه قد تقوم بها اسرائيل على قطاع غزه؟ لا صحيح، هناك امور اخرى يجب ان نلتفت اليها. بطبيعه الحال التهديدات التي اطلقها الوزير حسين امير عبد اللهيان اكيد لها صداها، هذا لا شك فيه، ولكن نحن يجب ان نلتفت ايضا الى ان هناك دول تدير المعركه على الارض، يعني الولايات المتحده الامريكيه هي التي تدير المعركه على الارض الان في الكيان الصهيوني، والدعم هي تطلب من الاخرين ضبط النفس وما الى ذلك من هذه المصطلحات التي تستخدمها، ولكن هي في الوقت ذاته بدل ان تضبط نفسها تقدم الدعم العسكري والتسليح وما الى ذلك من هذه الامور، وتقدم الضغوط وتاتي بحامله الطائرات، وهي في طور ان تاتي حامله طائرات اخرى. عمليا الامريكي، السؤال هل الامريكي يريد ان تشتعل المنطقه؟ بطبيعه الحال الامريكي يدرك تماما بانه في حال تدحرجت الامور في المنطقه الى ما ابعد من الخط الاحمر فان ذلك سيعني حربا اقليميه، والحرب الاقليميه بطبيعتها ستكون كارثيه ليس فقط على المنطقه انما على العالم كله، لاعتبارات مرتبطه
بأن محور المقاومة في هذه المنطقة لديه نفوذ كبير وقوي جدا على مساحة حساسة جدا جيوسياسية واقتصادية في العالم. نعم. نقطة اللقاء ما بين الشرق والغرب. نعم. عمليا يدرك هذا الأمر، وبالتالي بالتالي يعني الأمريكي لديه ملفات ملتهبة بين يديه في أوكرانيا ومع روسيا ومع الصين، فلا يريد أن يكثر من هذه الملفات. والأمر الآخر أنه لا يضمن نتائج هذه المعركة إن حصلت. لماذا؟ لأنه في العقد الماضي وجدنا أن محور المقاومة حقق انتصارات عظيمة جدا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها، وبالتالي سيكون مهددا بهذه المعركة، سيكون مهددا الكيان الصهيوني وجوديا، خصوصا وان هناك العقيده الاسرائيليه تقول ان هناك من دوله اسرائيليه تمضي اكثر من 80 عام. دكتور حكم، بنتيجه هذه الجوله التي قام بها عبد اللهيان على المنطقه ولقاءاته المسؤولين العرب، هل النتيجه ايجابيه؟ هل نحن ذاهبون نحو تهدئه الوضع في فلسطين؟ هل يعني في تواصل مع حماس للقبول ربما او للتقليل من الشروط اللي فرضتها للدخول في عمليه مفاوضات، او شو المرحله المقبله؟ يعني الى اين نحن ذاهبون؟ اولا ليس هناك من ضمانات في ان تذهب المنطقه الى دحرجه الحرب او لا تدحرج، هذا الامر ليس محسوما حتى الان. لكن يعني الاتصالات المكثفه التي تجري على اكثر من صعيد بين الاطراف جميعها، وليس بين الايرانيين والاطراف الاخرى، يعني الامريكيين مثلا بشكل غير مباشر كما اشرت مع القطريين، أنا أعتقد أن هناك قلت أن هناك شيئا يعني حصل، لكن غير واضح المعالم حتى الآن، لأن هذا أيضا مرتبط بالذي يجري حاليا على معبر رفح، لأنه على معبر رفح يجب أن تدخل المساعدات الإنسانية، وحتى الآن الكيان الصهيوني يرفض. أما بالنسبة إلى موضوع الشروط، أنا بتقديري أنه ليس من المقبول، المعادلات تغيرت، ما قبل 7 تشرين غير ما بعد 7 تشرين، هذا الأمر محسوم يقينا، لأن لأسباب كثيرة جدا لا أريد أن أدخل فيها، يعني باختصار شديد أنه هذا الكيان يعني بدا واضحا أنه هش، واستخباراته فشلت وهزمت، وأمنه وتكنولوجيته وإلى آخره في بضع دقائق انتهى. فلذلك وضعت معادلة جديدة، خصوصا وأن لدى المقاومة الآن يعني أسرى بعدد كبير جدا، وبالتالي أيضا في المقابل ما دفعته المقاومة من ثمن دم أطفال آلاف، يعني الآن نتحدث عن أكثر من 3000 شهيد وجريح ومفقود وإلى آخره، غير النازحين، لا أعتقد أن الثمن سيكون سهلا، خصوصا وأن هذه العملية كان لها أهداف، هذه العملية لها أهداف، أنه وقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، إطلاق سراح الأسرى، ووقف عذاباتهم، ومنع التوسع في الاستيطان إلى آخره، برأيك بالنتيجة برأيك دكتور حكم ستتدحرج الأمور إلى ما هو أسوأ في الأيام المقبلة أم لا؟ العمل جاري على التهدئة الآن من قبل إيران، فيما هو قائم حتى الآن، يعني في على الأقل في الساعات المنظورة أو الأيام القليلة المنظورة حتى الآن، لا ليس هناك يعني نسبة العدم الذهاب إلى حرب إقليمية أو تدحرج الكرة هي يعني تدحرج أقل، يعني عمليا ليس هناك من توجه نحو أن يكون هناك بنسبة 60% تقريبا أنه لن يكون هناك تدحرج للكرة نحو حرب إقليمية. ولكن بالنتيجة كل الأمور مفتوحة، خصوصا أنا أستعين بهذه النقطة بموقف رئيس الوزراء اللبناني الأستاذ نجيب ميقاتي، الذي قال أن من خلال اتصالاته مع حزب الله في لبنان يعني بدا له بان الحزب يتعامل بالان مع الامر بعقلانيه، وايضا هذه العقلانيه بطبيعه الحال هي معكوسه على كل محور المقاومه، ولكن دون اخذ ضمانات ولكن ايضا الرئيس ميقاتي قال انه لم ياخذ ايضا ضمانات بعدم الدخول في الحرب. نعم انا اقول ايضا هكذا، انه ليس هناك من ضمانات، انا قلت ان الامور الان بنسبه 60% لن تتدحرج الامور، ولكن بين لحظه واخرى يمكن ان تتخطى قوات الاحتلال الاسرائيلي الخطوط الحمراء، وبالتالي نكون امام حرب مفتوحه على كل الاحتمالات، ونشهد فيها ان الكل الموجود في هذه المعركه
التي ربما بتقديري أنا ستكون النهائية مع الكيان الصهيوني وإنهاء وجوده في المنطقة. الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية دكتور حكم أمهز، أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من طهران.